استخدم في كلمته أمام قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بمكافحة تغير المناخ وتوفير موارد الطاقة المتجددة. وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذه اللحظة التاريخية والمشاركة في هذه القمة الحيوية. وقال بايدن: رسالتنا من هنا في مصر حيث الأهرامات والآثار العريقة الشاهدة على عبقرية البشرية على مدى الألفيات هي منع وقوع كارثة مناخية والاستفادة من فرصة إنشاء اقتصاد جديد بالطاقة النظيفة، مشددا على أن هذا ضروري لحاضرنا ومستقبلنا. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن 500 مليون دولار لمساعدة مصر للتحول إلى طاقة نظيفة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الصفقة ستسمح لمصر بالحصول على 10 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتحسين 5 جيجا وات من الطاقة المولدة بالغاز، بما يخفض انبعاثات مصر في نطاق الطاقة 10%. وأعلن الرئيس بايدن أيضا عن مبلغ 150 مليون دولار كدفعة أولى لمبادرات تدعم خطة التكيف في أفريقيا، موضحا أن هذا المجهود انطلق بالاشتراك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي. هنا بقى وصلنا لنقطة التغيرات المناخية. مصر لديها رؤية واضحة، وهي أنه لا وقت لدى العالم حتى يضيع أكثر من ذلك، ولذلك اتخذت شعار من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، ونقلت هذه الفكرة إلى كل المشاركين في قمة المناخ كوب 27. لم تنقلها فقط، ولكن مصر استعدت بشكل قوي جدا بمشروعات عدة في مجال الطاقة والمياه والغذاء. وكنا ننظر لموقف الأمريكي السابق متمثل في الرئيس السابق دونالد ترامب حين انسحب من اتفاقية باريس، فالآن أمريكا تحاول أن تثبت للعالم أنها جادة في التعامل مع ملف المناخ من خلال حضور الرئيس جو بايدن، ومن خلال أيضا مساعدة مصر والمساهمة في بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية. إلى أي مدى في ضوء هذه الرسائل التي أعلن عنها جو بايدن وهذه المبالغ، إلى أي مدى نجحت مصر في إلزام الدول الكبرى في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة وأن أمريكا هي ثاني أكبر دولة في العالم تأثيرا في التغيرات المناخية؟ وطبعا أيضا لو بنضع عنوان لهذا الخبر هيكون إقرار واعتذار. إقرار برؤية مصر حينما جاءت في كلمة افتتاحية لفخامة الرئيس في القمة، وأكد على أنه الشعوب العالم لا تنتظر إلا التنفيذ ولا شيء إلا التنفيذ، واختتم بها كلماته. الحقيقة هي إقرار بهذا. يعني كثير من المؤتمرات تحدثنا عن ينبغيات وعبارات فضفاضة وكلام إنشائي، آن الأوان إلى ترجمة هذه العبارات في إجراءات تشغيلية وفي مقترحات قابلة للتطبيق. والحقيقة أنه ده الشق الأول في هذا العمل. الجانب الآخر طبعا زي ما حضرتك أشرتي هو فعلا اعتذار عن انسحاب سلف الرئيس بايدن وهو ترامب من اتفاقية باريس 2016، طبعا في قمة بقى كوب 21 لما أثيرت قضايا المناخ بشكل قوي، وأكثر من 190 دولة انضمت. وبالتالي لما تأتي دولة عظمى كالولايات المتحدة وتنسحب في 2000 في عهد الرئيس ترامب، فهي طبعا تفويت فرصة كبيرة على الدفع بقضية المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ. وبالتالي حينما يأتي هذه الفعاليات وهذا العمل يمثل إرادة سياسية جديدة في الجانب الأمريكي، وبالتالي نتحدث عن رأس السلطة التنفيذية وعن رأس مجلس النواب، وبالتالي هي حالة من الدفع بقضية المناخ، وبالتالي تتكامل هذه الأمور في تأكيد رؤية مصر نحو التنفيذ وليس الكلام أو العبارات الإنشائية. وترجمة فعلية لهذا هو الدعم الذي قدمه الرئيس بايدن إلى الجانب المصري في ما يقرب من نصف مليار دولار، وبالتالي فرصة يعني العمل على الانتقال من الغازات الأحفورية إلى الغازات النظيفة والاقتصاد الأخضر، من الوقود الأحفوري للطاقة المتجددة طبعا والنظيفة. بما فيه من جملة من المزايا تم التحدث عنها كثيرا. نحن نتحدث عن حالة من الاحترار بتنبعث من الغازات الأحفورية كثاني أكسيد الكربون أو الميثان، بينما الاقتصاد الأخضر والغازات المتجددة وصديقة البيئة بتبقى الانبعاثات في حدها الأدنى. نتحدث عن الاعتبارات الصحية، نتحدث عن
عن كثافة العمالة والتكاليف إلى آخره، وبالتالي جملة من الفوائد بتنتظم مع التحول إلى الطاقة المتجددة، وظني أنه هينعكس إن شاء الله على الحلقة المصرية. نأتي إلى الجزء الآخر المهم وهو الجانب الإفريقي. أيضا أكد الجانب الأمريكي على دفعة أولى 150 مليون دولار، وبالتالي ده نوع من أيضا من الاعتراف بأن الجانب الأفريقي يعني هو من أقل دول العالم في التسبيب المشكلة، 3% من الدول الأفريقية أو من الانبعاثات جاية من الدول الأفريقية، في حين أنه هي أكثر البلدان تضررا، هي الضحية الأولى. 50% أكثر بيجي من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الجانب الأوروبي، وبالتالي يعني هنا كأن الجانب الأفريقي يعني ينتظر من المسببين بقى الاصليين، وكانه لسان حاله يقول اللي حضر العفريت تصرفه يعني. مظبوط مظبوط. فبالتالي يعني هي نقاط ايجابيه نحسب ان هي ان شاء الله تقدم مستقبل اكبر، لان هنتحدث عن الفرصه الاخيره لانقاذ البشريه، وبالتالي نتحدث عن حاله لابد منها، حتميات، هي مساله وجوديه ليست مجرد اولويه. أكيد دكتور ممدوح، وانطلاقا من نجاح مصر في الحصول على هذه التمويلات والتيسيرات لمشروعات الخضراء، ولأنها تحدثت بالنيابة عن أفريقيا والقارة الأفريقية زي ما حضرتك تحدثت، فخلينا ننطلق للخبر الآخر.